ابويا ما جاش معاك لرئيس من دول. طب ليه ما بردش على التليفون؟ ما انا قلت لك 100 فل و10 ده، حتى بصين اقول لك اتخلي بالك من نفسك يا صاحبي، او هو اول ما يخف من دور البرد اللي عنده هيجي لك على طول. طب هو بياخد دواء بيشرب اعشاب؟ طب هو طمنا رئيس ممدوح. ايوه امال ده انا هعمله ليمون بالجنزبيل بايدي قبل ما اجي لك. وشربه للاخر. انت بتكذب يا رئيس ممدوح، ابي عمره ما شرب الليمون في حياته. نسيت صحيح، ده كان جنزبيل بس. ايوه رئيس ممدوح، ايه اللي حصل لابويا؟ اهدى يا صاحبي اهدى، والله بخير ما تقلقش، انا احكي لك كل حاجه.